من بين جميع محافظات العراق تسجل البصرة أرقاما مخيفة بتدني مستوى المعيشة نتيجة انعدام فرص العمل وانحسارها بالقطاع الحكومي وجمود القطاع الخاص. مؤشرات دفعت مكتب مفوضية حقوق الإنسان في البصرة لمخاطبة الجهات المعنية بضرورة تناول ملفات المتسولين والبطالة. من ناحية ملف المتسولين أو ملف التسول، حقيقة هناك إخفاق حكومي محلي من ناحية عدم المتابعة، لأنه مجلس الوزراء وكذلك مجلس النواب خلصت عنه مقررات، أن هذه المقررات التي كانت منذ عام 2012 طبعا، أنه يجب أن تشكل لجنة لمتابعة المتسولين وتم متابعة التسول، إلا أنه الوضع ترك على وضعه، مثل ملفات كثيرة اليوم في العراق تترك دون حلول. الجانب الأكاديمي المختص بالاهتمام والرعاية الاجتماعية يصف ظاهرة تدني مستوى المعيشة بالمخيف، فالنتائج السلبية لا تنعكس على المتسولين والبطالة فقط، وإنما على بقية أفراد المجتمع عموماً. كثرة وجود حالات التسول في المجتمع لها العديد من الآثار، وهذه الآثار تكون سلبية بشكل يعني عام ومحدد، لا سيما يؤدي هذا الأمر إلى كثرة ارتكاب يعني معدلات الجريمة في الواقع، كذلك إلى كثرة تعاطي المواد الممنوعة وتداولها، وبالتالي هذا الأمر يؤدي إلى تشوه النسق المجتمعي في البصرة. الأب اعتياد يمتلك مجموعة من الأفراد بالمجتمع، هذول إذا الأب تبطل هو عيشتهم عليه، لأن ماكو أعمال ولا أكو معامل، يضطر شو يسوي؟ يطلع أولاده للشارع بالتقاطعات. لن تكون وليدة العام الجاري أو الماضي، فتقاطعات شوارع البصرة تكتظ بتسول متعدد الوسائل، ومنها ترك الأطفال ليبيعوا ما لا يحتاجه المواطن، أو محاولات الحصول على مال مقابل تنظيف زجاج المركبات. تفشي ظاهرة التسول بسبب انعدام فرص العمل والاعتماد على النفط كمصدر وحيد للتمويل يجابه بتحذير أكاديمي مدني بضرورة الاهتمام بهذا الملف خشية استغلال عناصره لأفعال تهدد أمن المحافظة. من البصرة، أركان تقي، قناة التغيير.